تعالوا نعمل طريقه مكرونه بقى حلوه جنب البفتيك ده. فالمكرونه هتبقى ايه؟ عباره عن مكرونه قلم، بصل، كمون، سن التوم بسيطه، وصلصه يعني حسب ما انت عايزه، عايزاها فاتحه يبقى معلقه صلصه كبيره، عايزاها غامقه بتزودي الصلصه. اهم حاجه عندي في الخطه دي ان انا هحمر البصل تحمير جيد. يعني ايه تحمير جيد ده؟ اهو شويه زيت اللي هي بتاعت المكرونه، بس هيسخنوا قوي عشان بسرعه تحمر لي البصل. بصلايه كبيره وهحمرها برضو زيت، ما سخنش قوي، بس انا هسيبه ياخد راحته لغايه ما يتحمر تحمير جيد جدا. ماشي، برضو زيت ما لحقش يسخن قوي. هو العيون دي مش عارفه اقول عليها ايه، هحطها مكان دي دلوقتي ايه تظبط الدنيا. ماشي، بص البصله اهي بتحمر خالص اهي. هنا بقى هنا هحط الصلصه اهي. بعد ما احمر قوي البصل، لو كنت احمريه على كده كمان شويه كمان، بس شايل الوقت بقى معلش، وشويه ميه. وشويه ملح وفلفل وكمون. ماشي، وكمون وملح وفلفل. وهننزل المكرونه المسلوقه. مكرونه تتاكل من غير اي حاجه جنبها. في مفتك بقى؟ مفيش مفتك، مش مهم. تمام، بس كده خلصت.